طبعا ده استاذنا وتعلمنا منه كتير، وكفايه ان هو بيمثل مصر وكفايه ان هو عالمي، واحلى حاجه في الدنيا ان ربنا افتكره في ايام حلوه قوي، اخر 10 ايام من رمضان ويوم جمعه، ويعني ما شاء الله ما شاء الله بجد خير الخاتمه بجد بجد. يعني تعلمت منه حاجات كتير، الله يرحمه حنان وحنين، قربتني منه التمثيلية، وللأسف إيناس بكر اللي كتبت القصة ماتت وهو توفى. بتقولوا إن ربنا يرحمه ويغفر له، بقولوا إن إحنا فقدنا عمر الشريف، لكن ما فقدناش فنه، فنه موجود والعالم كله بيتكلم عليه، يعني مش إحنا بس، يعني إحنا بالنسبة له ولا حاجة، العالم كله بيتكلم على عمر الشريف وعلى أفلامه وعلى شخصه. يعني أتمنى له يا رب إن يجعل مسوى الجنة، ادعوا له بس يا رب. البعض بيتوقف عند غياب الفنانين النهارده في وداع عمر الشريف، مش عايزين نتكلم في ده يا اسف، يعني احنا موجودين، اللي موجود بيسد، يعني فربنا يا رب يرحمه. مصاب أليم في سامي العدل، مصاب أليم في عمر الشريف. عمر الشريف اكبر يا جماعه من اي ان احنا نناقش مين يهتم بيه، لانه قيمه تمثل مصر كلها. حاول اللي قلته ان فقدنا انسان كبير كان بيمثل أصله مصري ومن العالم العربي، وكان بيمثل نفتخر به لأنه كان بيوصل إلى العالمية كأكبر نجوم العالم السينمائي، فده مهم جدا. بصي حضرتك للصفات الحميدة اللي موجودة في شعب مصر المتوارثة من أيام الفراعنة دلوقتي، هتلاقيها في عمر الشريف: الطيبة، الجدعنة، الحكمة، الهدوء، الانضباط، التسامح، كل هذه صفات أنا لمستها بنفسي وشفتها، وهي دي اللي وصلته لهذا القدر من الحب عند الناس وهذا القدر من الإتقان في عمله ووصوله للعالم. هو أحسن من مثل الفن المصري ومصر كلها في الخارج، كان سفير عظيم وكان رسول للفن والمصر جدا جدا. حضرتك كلمته في حياته صاحبي شور شور ادوما، اكتر من مناسبات كتير كتير قوي، انا اعرف عمر من زمان قوي قوي، من علاقه شخصيه وانسانيه قبل ما اشتغل حتى في السينما. يعني you want a word? Yes, of course. It's a great loss. He was a great man, beside being a great actor and great celebrity. He was a great man as a person. He was a wonderful individual. He was real. He was himself all the time, and something that is very precious to me, and someone that I will miss for a very, very long time. And how long did you know him? I've known him for many years. I've known him through the family first, and then I got to know him. Of course, I met in the States when I was a student. He was a great celebrity then, and then we kept meeting each other, and we traveled together, we went to film festivals together. I honored him when I was the president of the Cairo International Film Festival, and he deserved it. Peter O'Toole came also to celebrate it. He was a great man, loved by all his colleagues and his friends. تفسر بايه كان الضيق اللي هو كان عايش فيه الفتره الاخيره، بعض العصبيه اللي كان بيظهر. سجلت معاه حديث للبرنامج بتاعي انا مشفيرو، وكانت بوادر المرض ابتدت تشتد عليه يعني. لكن عمر طول عمره كان إنسان جميل جدا. أنا اتخرجت من نفس المدرسة اللي هو اتخرج منها، فيكتوريا كوليدج، ودي كانت الرابطة اللي كانت بتجمعه مع كل خريجين المدرسة يعني. أهم ذكرياتك معاه؟ كتير كتير يعني. أنا مع انا ابتديت اشتغل كان هو سافر وراح عمل لورنس العرب، لكن يعني دايما لسانه عفيف، عمره ما عاب في حد. ولاد فاتن، كان بنت فاتن ناديه دي كانت بتحبه جدا، وهو اللي رباها. طارق ابنه، يعني اقول لك ايه، يعني انا في اخر حديث معاه قلت له: انت رجعت مصر تاني؟ قال لي: ايوه، انا رجعت عشان اموت في بلد، انا عنواني مصر، رغم الزهايمر ورغم كل اللي كان فيه يعني، لكن حبه للبلد. كان باستمرار في حديثه معايا يقول لي: انا بحب مصر.
أنا عندي 83 ألف سنة، لأن كل سنة عشتها 1000 سنة. كان واعي يعني، ما كانش زي ما تصور إن هو هزيان وفقد ذاكرة و إلى آخره. كان إنسان جميل جدا جدا جدا، وعادته حلوة ومعاشرة حلوة. ربنا يرحمه. يعني هو كبير.